بالنسبه للاونه الاخيره كان واحد الارتفاع صاروخي، والان ربما راه ربما كان على حسب هذيك، على حسب ما قالوا لنا، على حسب ديك الحرب ديال اللي كانت ما بين اوكرانيا وروسيا، والله اعلم. ولكن السبب الرئيسي ديالو هو الجفاف وقله المياه في المغرب. ولكن حاليا مع هذا العام هذا ان شاء الله كانت شويه ديال الشتاء، الان تنلاحظوا واحد الانخفاض طفيف في الاثمنه ديال الخضار، الا مطيشه اللي باقا في الثمن طالعه شويه، حيت مطيشه في الصيف تتكون شي شويه باقا موجوده دابا. اما بالنسبه للبصله وخيزو والمسائل الاخرى راه كلها الاثمنه ديالها دابا حاولت بدات كدير تنقص شي شويه، غير هي ما كتناسبش القدره الشرائيه ديال المواطن، حيت المواطن القدره الشرائيه ديالو كاينين باقيين عندنا ناس في المغرب اللي كيتخلصوا ب 2000 درهم وب 2500 درهم، وكاينين الناس اللي عندهم سبعه ديال الافراد في الاسره ديالهم، وهو يعني واحد اللي كيعول الاسره، وهذوك السبعه ديال الافراد الاخرين كيعانيو من البطاله، كيعانيو من التهميش، كيعانيو من بزاف ديال الحوايج. والاثمنه ديال الخضار بالنسبه لهذه الاثمنه اللي كاينه حاليا ما توافقش واحد انه كيصرف على راسه هو ومراته في محل ديال الكرا، غادي يخلص واحد الكرا، غادي يخلص واحد الضو، واحد الماء، واحد بزاف ديال الامور، وعاد غادي يخرج يتقضى الخضار. دابا راه المغاربه الاغلبيه ديال المغرب دابا ولا هاد السكان ديال هاد الحي هذا كيتغداو يا اما بطاطا والطون، يا اما تيتغداو باندومي، راه حيت الناس راه ما بقاتش كتوصل المسائل ديال الخضراء انها تشريها. لا حالك انها تشري الدجاج، لا حالك انها تشري اللحم، لا حالك انها تشري الحوت، راه الناس ولات واحله فما تاكل. عاد اللي خاصو يقري ولدو، عاد ولات المدرسه العموميه مستهدفه ما بقاتش تقري، ولاو المدارس الخاصه هما اللي تيقريو مزيان، وهاد الشباب وهاد الفئات الناشئه ديال هاد ديال الاحياء الشعبيه كتعاني من التهميش، التهميش اللي هو كبير، وكيشوفوا هذوك الفئه الاخرى كيقراو، وهاد الفئه ديالهم هما ما تيقراوش، يدخلوا يحضيوهم ويعمروا لهم الكتوبه، ولكن القرايه ديالهم ما كايناش. المهم كاينين بزاف ديال الامور تنحاولوا، حنا تنحاولوا في هاد الطفره اللي شفنا دابا في مور هذا شهر رمضان، سيدنا خرج وخرج لبعض المشاريع وبدات الحركات الملكيه بدينا كنشوفوهم، كنتمناو على الله ان هادشي يكون خير، ويكون شويه ديال التخفيض في الاسعار، ويكون شويه ديال الالتفات للعنصر البشري. حنا المغرب الحمد لله لوجيستيكيا راه تقدمنا بزاف، ولكن بقى عندنا الاستثمار في العنصر البشري. نهضروا على غلاء، والدجاج غلا، ومطيشه غاليه، وكلشي غالي، وخضره غاليه، ودابا الله يجازيكم بخير. شوفوا من الدرويش، انا الدرويش عيتاب في القاهره، خضره شنقول لك من 10 دراهم 8 دراهم، من 10 دراهم كلشي غالي، 8 دراهم 10 دراهم. مطيشه غلات بزاف، عاوتاني في هاد الايامات غلات غلات. السبب شنو غادي نقول لك؟ السبب تيخرجوا كلشي على برا، شنو الحكومه اللي دايره هادشي؟ الحكومه مطالب هنا بغينا كلشي يرخص وكلشي يتمعش وكلشي ياكل ويشرب. المواطنين اللي تيعانيو وتيعاني مع ولاد الشعب، انا ما كنهضرش باسمي دابا، كنهضر باسم المواطنين اللي كرف مني. واش عيب الله هضرنا وقلنا الخضره طالعه وقلنا دازت واحد الوقيته هبطات شويه، واش دابا مطيشه ب 240؟ حنا كنصدروا مطيشه كي ما كتبغيش تدخل العقل، وباقي عاوتاني كتعاد السكسور كتقام 100 درهم، الدجاج طالع على 480، وبالنا حنا واش حنا فين عايشين؟ عباد الله واش ما كتفكروش في هذا الشعب؟ والحولي دخلتوه ب 14000 غتسمروه هنا ب 40 وب 60، ودابا مطيشه ديالنا غتبيعها لنا 240، فلفله، دنجال، اللوبيا، العدس، اش غنقول لك داك الشيء؟ لا اله الا الله، وما بغيتوش تفيقوا هذه الدوله هذه، عطونا غير اتساع، خلونا احنا بيننا وبين سيدنا. حنا والراس بالراس، وما بغيتيش تعيق، انا كنت منك والله ترخوي البلاد، وعندك ما لا يعد ولا يحصى، تبارك الله الله يزيدك. ايوا حنايا الناس ما عايشه شيء، ما كتفكرش في هاد الناس.
هو التقاعد هو علي غيدير هو فايت هادشي اللي سمعنا ياك 2028 ما عفرا الميزانيه مشات ياو فين مشات فسيدنا تيعلي من هنا ويبني ويدير المشاريع الكبرى والحمد لله هزنا راسنا حدا العالم ياو نتوما مبطينا الراس ديالنا حدا العالم لا اله الا الله محمد رسول الله شوفوا في هاد المواطنين وفكروا فيهم ولاد الشعب راه النص فيه هو الفقير النص ديال ولاد الشعب كله ما عندوش يا بغيتينو بغيتينو فين بغيتي توصلونا ولا اله الا الله محمد رسول الله البيطاله ما غنهضروش عليها الطبيب ما غنهضروش عليه ديك الشيء كارثي كذب عليك والله الا كارثي واش الانسان تياخذ روم ديفو غادي تيموت ويعطيوه حتى 8 شهور ولا 9 شهور عاد تجي كيفاش هاد ما فسروا لنا وفهمونا كيفاش هاد الشيء كديروا له واش ما كتقراوش هاد الشيء ما كتشوفوش هاد الشيء اللي تنقولوا ما كتوصلوش به راه لكم الله هو اللي راه ياخذ فيكم الحق انا ضروري راه ما عنديش انا والدي بعض المرات تبغي تدخل انا قفيفه فهمتي بغيت هكايا راه تشوف راسك بعدا انا بعدا والله حتى 200 درهم ما تدير والو فهمتي 200 درهم ما تدير والو بعدا فاجي مدور دابا المارشي جبد 200 درهم نشوف واش تقدر لينا 200 درهم دابا الثمن شو البطاطا شحال داير شو مطيشة شحال داير شو اللحم شحال داير 90 درهم 100 درهم راه بزاف شو الدجاج شحال داير الدجاج شحال داير الدجاج 540 الدجاج 540 الدجاج ما كانش يطلع على 20 درهم 15 درهم شو دابا شحال ولا داير بالنسبة للثمن ديال المطيشة ديالو ارتفع ما طيشه راه دابا محد الان دابا مره تزيدوا فيها مره تنقصوا منا درهم جوج دراهم البصله هي كذلك خصهم يعطيو الاكتفاء الذاتي ديال هاد البلاد عادي يشوفوا التصدير ويشوفوا الربح ديال التصدير عاد نفكروا فيه تنشوفوا الشعب ديالنا شنو خاصه وشنو المتطلبات ديال هاد الشعب وحنا راه صابرين تحيدوا عليكم ادغال اسعار وهادشي هذا كامل تحيدوا عليكم وهو زيدوا لعباد الله في السميك زيدوا لهم واحد 1000 درهم كلشي زيدوا له 1000 درهم في السميك حتى شي واحد ما يبقى يتشكى وانتم الدوله تدخل وما تبغيش تخرج هاتي الميزانيه شحال دخلت في الميزانيه هذا العام هذا وكلشي المغرب غادي كيطلع في الميزانيه في الاسهم هذه والشعب هو اللي كتجي فيه تيه كلاصه زيدوا له في السميك زيدوا لهم 1000 درهم في السميك كاع اصحاب السميك انا ما عنديش مشكل انا باخر مشاري الحولي هو هذاك ولكن الناس مساكن الدراوشه تشد 3056 ريال اش غادي دير لها تخلص لها الكرا ولا غاتاكل بها ولا غاتشرب بها زيدوا لعباد الله في السميك 1000 درهم والحل تحل حتى شي واحد ما يبقى يتشكى